بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الكريم المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المحمود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف مولود، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ما سبح ملكم في سجود. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وبادروا إلى أداء مفترضاته، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من بريته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد الذي سبح في يده الحصى ونبع من بين أصابعه الماء. اللهم ارض عن أشرف خلفائه الراشدين وأفضل أمرائه المرشدين، وهو الإمام الشفيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق. اللهم ارض عن الإمام المعظم في الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. اللهم ارض عن سيد الأختان أمير المؤمنين عثمان بن عفان. اللهم ارض عن مظهر العجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم ارض عن عمي نبيك حمزة والعباس وأم بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل بلاد. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الديون والمظالم والنار. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان، ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر والدينا وأساتيذنا من النار. اللهم لا تشف خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار، فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.